يقول السائل: هل يشرع تقبيل الركن اليماني وهل يشرع التبرك بالمقام؟ الركن اليماني يستلم باليد فقط، يستلم باليد فقط، يعني يمسح باليد إذا كان الإنسان يطوف، فإذا مر بالركن اليماني إن تيسر له أن يمسحه بيده اليمنى هذا سنة، وإن لم يتيسر له فإنه يمضي ولا يشير إليه. أما الحجر الأسود فإنه يستلم، يعني يمسح باليد اليمنى ويقبل، هذا ممن يتمكن، أما من لا يتمكن فإنه يشير إليه من بعيد ويمضي في الطواف. ولا يجوز التبرك بالمقام، مقام إبراهيم، الله لم يشرع لنا التبرك به، وإنما شرع لنا الصلاة عنده، قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يفسر القرآن لما فرغ من الطواف ذهب إلى مقام إبراهيم وجعله بينه وبين البيت وصلى ركعتين تسميان ركعتي الطواف، هذا هو المشروع، فيصلي عنده ويمشي.